وفيلم أمير الظلام كمان برضو شاركت فيه، شوية يعني هنا في مواهب بتقوله هنا. نحقق رفاهية للشعب برضو مفردات. خالد أنا يعني من أول الحوار حسك خجول كده، واضح إن أنت وأنت بتكتب منطلق وبيمثل منطلق عن الحوارات. يمكن ما انا بقول لك انا في الاحاديث التلفزيونيه يعني. طب نرجع بقى للنقطه اللي انا نهيت بيها الفاصل، ان انت ابن الكاتبه الكبيره نهاد جاد، طبعا استاذتنا في صباح الخير، وعامله مسرحيه رائعه اسمها على الرصيف، واعتقد طبعًا من هنا انت بدات تحب الفن من اجواء المسرحيه من على الرصيف. وابن الدكتور سمير سرحان وصالونات ثقافيه وناس قامات كبيره في بيتكم، ايه اللي خلى يعني؟ يا والدتي الله يرحمها يمكن حببتني كمان في كتابه السياسه شويه. كان المسرحيه دي فتحت باب المسرح السياسي، الكوميديا السياسيه كمان. دكتور جلال الشرقاوي طبعا، وسهير البابلي واحمد دير. سعدت اول امبارح اني شفتها الحقيقه، كنت في تكريم في جامعه القاهره. الله. جو المسرحيه دي انا اتربيت عليها، كنت بروح المسرحيه دي تقريبا كل يوم وانا طفل، وكنت بروح برضو مسرحيات كتير في الاقاليم، بيلفوا بقى محافظات بتلف معاهم. مش المسرحيه دي بالذات كمان، كان في روايات لوالدي وانت صغير برضو. وانا صغير ده بس ده عشق يعني بقى للمسرح وللفن يعني. انا بحب الفن. ده بناء على طلبك كطفل ان انت يعني عايز، ما كنتش بتضايق خالص وانا بروح تروح معاهم. طب التركيبه دي بقى، ومن المسرح وعلى الرصيف وحب المسرح، ودكتور سمير سرحان رئيس هيئه الكتاب، وانت قاعد في معارض وفي كتب زي ما قال سهير ثقافه، وبعدين يبقوا عايزينك تخش اكاديميه بحريه مثلا، ليه الاختيار ده؟ وبعدين يعني والدي كان وافد فكره التمثيل، مش عارف ليه عايز يبعدك، عايز يبعدني عن الوسط خالص. يعني قعدت سنه في الجامعه تقريبا، ما نجحتش فيها خالص. بس لما رحت معهد السينما كان ايه مبرراته يعني؟ الاسره عموما كان ايه مبرراتها في انه ما فيش داعي لمجال الفن او التمثيل؟ والله زيها زي اسره اي اسره عاديه، بما ان يعني ليهم يعني ممكن مساحة عشان شافوا اكتر ان في المعاناه اللي بتبقى جوه. هم ادرى اكتر بالمجهود اللي بيحصل والمشاكل اللي بتقابلك. والمشاكل والحاجات. بس انت راجل، في لارا يعني بنوته لارا جت متاخره. بس كمان في حاجه، المستقبل في هم عندهم حق في حاجه. المستقبل في الشغل، في الشغلانه دي مش مضمون. مهما كانت موهبه الانسان او مهما كان قدراته وطموحه، بتلاقي في ما بين كل 1000 واحد موهوب ممكن يعدي 2 3. صحيح.